وانت في معتقل قندهار جاتك اول رسالة من الوالد، شلون وصلتك الرسالة وشنو كان مكتوب فيها؟ هذه كنت قبلها في الانفرادي، يعني كانوا مسهريني 5 أيام ومبهدليني عدل، يعني أول 3 أيام عادي أقعد بس ممنوع النوم، آخر يومين ممنوع أقعد، يعني حتى أني كنت أطيح وأقوم. اليوم الخامس خذوني تحقيق، خلوني للفجر، ومن الفجر خلوني للضحى تقريبا. يولي الجنود كنت منهك تماما، فخذوني بقيودي غطوا رأسي مشوني طلعوني، فحسيت بالشمس فعرفت أن ما رحت للهنجر، ما راح ترجع للانفرادي، راح أروح لإخواني في الخيام. فاستانست يعني والله كأن أطلق سراحي، سمعت صوت الشباب يا سلام، فكوا القيود شالوا الغطاء من رأسي وطلعوا. توني بس قاعد أمدد نفسي من التعب ولا الصليب الأحمر 552 قاعد أنفض، فالصليب قال لي في عندك رسالة. رسالة أخذتها ما راح أنساها، ورقة صغيرة، هذه أعظم رسالة يعني استقبلتها في حياتي، من أبوي الله يرحمك يا أبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما راح أنساها، ابن الحبيب. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، والدك. يعني شعور عظيم كان انها، يعني شوف انا الحمد لله كنت صابر، لكن لما ابوك يقول لك هالكلام يعني ابوك صابر، يعني امك صابره، يعني هم مستشعرين هذه المعاني. اللهم لك الحمد، الله يرحمه يا رب.